السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. معنا الفنانة الراحلة كريمة الشريف. كريمة الشريف هي ممثلة مصرية، ولدت بحي عابدين ولها 6 أشقاء هي أصغرهم. اكتشفها يوسف وهبي لتلتحق بفرقته المسرحية. بدأت سينمائيا عام 1962 في فيلم مذكرات تلميذة مع حسن يوسف للمخرج أحمد ضياء الدين، وشاركت بعدها في العديد من الأفلام والتي من أبرزها النظارة السوداء مع نادية لطفي للمخرج حسام الدين مصطفى عام 1963، والخيط الرفيع مع فاتن حمامة للمخرج هنري بركات. وقدمت عدة مسلسلات تلفزيونية باللغة العربية الفصحى، ولكن العلامة الأشهر لها كانت المسلسل الإذاعي حياتي. كانت لكريمة الشريف أيضا علامات مضيئة في التلفزيون المصري منذ إنشائه، حيث بدأت مع المخرج حسين فوزي عام 1963 في مسلسل شجرة الجميز، إلى أن نضوجها جاء في الثمانينات خصوصا مع المسلسلات الدينية التي كان يقدمها التلفزيون المصري خلال شهر رمضان. وكانت عاشقة للغة العربية الفصحى رغم صعوبة الأداء بها، وقدمت مسلسل جمال الدين الأفغاني للمخرج جلال الغنيم عام 1984. كما اشتهرت كريمة الشريف ببرنامج حياتي ذات الحلقات المنفصلة، وكان بيقدم في كل حلقة مشكلة اجتماعية أو أسرية في محاولة للوصول إلى حلها. الفنانة الراحلة كريمة الشريف مرصود ليها حوالي 90 عمل فني، منهم أكثر من 15 عمل فني إذاعي وسهرات تلفزيونية. وشاركت في فيلم المراهقات عام 1960 و 1962، شاركت في فيلم مذكرات تلميذة، وفي 1963 شاركت في فيلم العريس يصل غدا، وفيلم النظارة السوداء، وفيلم امرأة على الهامش، وفيلم حب لا أنساه، وفيلم شقاوة بنات. أما في عام 1964 فشاركت في فيلم مطلوب زوجة فورا، ولها أيضا من الأعمال الفنانة الراحلة كريمة الشريف. تاريخ ميلادها كان 11 أغسطس عام 1942، وتوفيت في 25 يناير عام 1993 عن عمر 51 عام. الفنانة الراحلة كريمة الشريف وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.